إن الرياضة هي الوسيلة المثلى لتفعيل الحوار الحضاري بين الشعوب، خاصة الدول الأفريقية. إن الرياضة تعتبر أمن قومي، فالرياضة والثقافة والإعلام هم مثلث القوى الناعمة. الرياضة والثقافة والإعلام يحدثون تغيير تام وبهدوء، حيث أن الرياضة بكل أنواعها جسر مهم للربط بين الشعوب. البطولة الأفريقية فرصة إنها بتجمع كل الدول الأفريقية في مصر، ومصر أم الدنيا، ومصر سباقة في التنظيم. بطولة كبرى وبطولة الأمم الأفريقية، ومن المعدودة البطولات المعدودة على مستوى العالم. النهج الجديد اللي بينهجه فخامة الرئيس السيسي الاتجاه إلى أفريقيا، لأن احنا تركنا أفريقيا في الفترات السابقة. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وحديثنا في هذه الفقرة عن الرياضة ودورها في ربط الشعوب. وطبعا كلنا عشنا أجواء البطولة الأفريقية واستمتعنا بالماتشات والمباريات، وطبعا حفل الافتتاح وأيضا الختام. تفاصيل أكتر عن استفادة الشعوب من القوى الناعمة اللي بتعتبر رافد من روافدها هي الرياضة، من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد درس. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. يا أهلا وسهلا. طبعا الرياضة هامة جدا للشعوب، وإحنا كشعوب أفريقية نهتم جدا بالكرة. بطولة الأمم الأفريقية الكثير أشادوا بيها، والعالم كله اتكلم على قدرة مصر التنظيمية، حفل الافتتاح، حفل الختام وأيضا المباريات. نتكلم على استفادة مصر من تنظيم هذه البطولة على أرضها. لو هنذكر في البداية يا أستاذة هند أن مصر استطاعت فترة قليلة جدا اللي هي 5 شهور، لما أسند الاتحاد الأفريقي وسحب تنظيم البطولة من الكاميرون، أسند لمصر في 8 يناير بالتحديد تنظيم أمم أفريقيا 2019، والبطولة بدأت عندنا في شهر 6 وانتهت في 21/7 بالتحديد. في 5 شهور استطاعت الدولة المصرية والقائمين على المنظومة الرياضية عندنا في مصر تنظيم بطولة عالمية أشاد بها الجميع، بداية من حفل افتتاح مبهر، حفل ختام عالمي عظيم. البطولة نظمت لأول مرة بمشاركة 24 فريق، وده كان عبء على الفنادق وعلى السادات. تم تخصيص ملعب تدريب واحد لكل منتخب، ودي حاجة أول مرة تحصل في تاريخ بطولات كأس الأمم. الجميع أشاد بحفل الافتتاح وحفل الختام وجاهزية الملاعب والفنادق واستقبال الوفود واستقبال الضيوف، سواء كانت عربية عشان في 5 دول عربية مشاركة في البطولة والمنتخبات الأفريقية. لو هنتكلم عن النقطة الثانية اللي هي التقارب بين الشعوب أو أفريقيا، زي ما حضرتك لو تابعتي كان في حضر لمصر خلال البطولة نجوم كتير على رأسهم أساطير الكرة الأفريقية في الرياضة، منهم سامو إيتو وديدي دروجبا. وبرضو لو هنتكلم بالإضافة للنجوم العالميين، برضو كان في عثمان ديمبلي من برشلونة، كان في هو حتى غير الحضور يا فندم، متابعة العالم كله لفعاليات المباريات على أرض مصر، حفل الافتتاح والختام. طبعا العالم كله اتكلم ان مصر استطاعت ان هي تقدم ده للعالم كله في خلال 4 شهور فقط لا غير. كل ده بتعتبر نقاط إضافة لجاهزية وقدرة الدولة المصرية. صحيح صحيح، الدولة المصرية والمسؤولين في مصر، مصر بالفعل قادرة على أن تنظم كأس عالم، حاجة مش مستحيلة. أنا استطعنا في مدة 5 شهور بس أن أنا ننظم الحدث الأكبر في القارة السمراء اللي هو بطولة كأس أمم أفريقيا. دي بطولة مش قليلة ومشاركة 24 منتخب، فمصر لديها الجاهزيه والاستعداد انها تنظم كاس عالم، حاجه مش بعيده علينا يعني. قدره المصريين. لا لا، قدره المصريين ده عجيبه يعني. الحمد لله. خلينا نقول نبني ازاي على نقاط القوة اللي احنا استفدنا منها من خلال اقامه بطوله. اولا في حاجه مهمه لاحظناها خلال البطوله، ان احنا لاول مره ما نعرفش اسم دوله افريقيه اسمها مدغشقر، دي شاركت لاول مره خلال البطوله. كمان دول زي بوروندي، غينيا الاستوائيه، غينيا بيساو، في اسماء كتير جدا بقت مدرجه لدى المواطن العادي. المواطن العادي ده بقى عارفها، فدي حاجه جيده في حد ذاتها. طبعا يضاف الى كده برضو ان الرياضه في الاساس هي اساسها التقارب بين الشعوب، اساسها ان الالعاب كلها في الرياضه، ان ده تواصل، روح رياضيه. دي نقطة مهمة جدا، لأنه التنافس الإيجابي ده مطلوب، وهو ده
التنافس الايجابي الشريف هو ده المطلوب، وده اللي نقدر احنا نستفيده من الرياضه عامه. بنشوف ده بيتحقق في كافه الرياضات، بس لما بنيجي لكره القدم في بعض الاحيان بيبقى فيه مشاحنات، بيبقى فيه ضغائن، بيبقى فيه تعصب، بيبقى فيه. هو هنتكلم على كره القدم بالتحديد لانها اللعبه اللي هي واخده حيز كبير من بين الالعاب كلها. اللعبه برضو في عناصر تتدخل ان هي تؤدي في النهايه ان كره القدم البعض يعتبر ان الفريق بتاعه ده وطن، بعتبر ان الفريق بتاعه ده وطن وبيتنسل الوطن الاكبر، ده مش صحيح. لعبه كره القدم لا تعدو كونها مجرد لعبه فيها فائز وفيها خاسر. اللي قدامك ده منافس مش عدو. لو ما فيش يعني لو خسر خلاص كده مش نهايه المطاف. شفنا فرق بتخسر كاس عالم عادي جدا في اوروبا، بنشوف الماتشات عامله ازاي. يمكن عندنا احنا بس واخده اللي هي بتميل شويه ناحيه التعصب والفريق وبتاع، بس ابتدت واحده واحده. بس هنا برضو بيجي دور على الاعلام وخصوصا الاعلام الرياضي. ما هي دي النقطه اللي كنت عايزه اسال حضرتك فيها، هل الاعلام الرياضي مقصر في حق المشاهدين او يعني بيزيد من المشاحنات؟ خليني اقول برضو حاجه يعني، ودي احقاقا للحق، كتير من اصحاب البطولات الفرديه او الالعاب الفرديه لما بنيجي بنستضيفهم هنا في مصر جميله بيلوموا على الاعلام الرياضي انه الاهتمام الاكبر بكره القدم، وبنغفل البطولات الاخرى اللي بيحققها فرق تانية زي مثلا منتخب اليد او كره اليد، بنغفل البطولات الفرديه في مجالات السباحه وغيرها من البطولات. ده اكتر من سؤال. لو هنتطرق للشق الاول من السؤال، صحيح الاعلام الرياضي بشكل عام او مهتم اكتر بكره القدم، لان الالعاب الاخرى بيشاف ان هي ملهاش جمهور، مع ان مصر بيتحقق فيها انجازات كتير وعندنا ابطال. شفنا امبارح منتخب كره اليد خد ثالث العالم وخسر المباراه اللي هو نصف النهائي قدام فرنسا بفرق بسيط جدا، وفرنسا اللي هي توجب باللقب وقدم اداء عالم في بطوله العالم. الاعلام الرياضي برضه بيقع عليه دور كبير جدا في نبذ التعصب، بس لو هنقسم برضه الاعلام الرياضي عليه دور. لو احنا جينا نقيم الاعلام الرياضي، هل الاعلام الرياضي بيتكلم او يعني بيأدي دوره بمهنيه؟ لا هو بتغلب على الاعلام الرياضي الانتماء بشكل كبير. او لو هنقسم الاعلام الرياضي برضه حتى في التعليق، يعني حتى بنشوف المعلقين لو بيعلق على منتخب بلاده بيبقى في شيء من التحيز ضد المنتخب الاخر. طبيعي، انا موافقه عليه. لا ما كده مش هينفع وكده مش فير. ايوه بس يعني لما يبقى منتخب بلدي بيلعب اكيد غصب عني هيبقى ماشي عندي. ماشي، بس من غير ما نجرح في الطرف الاخر. لا، من غير تجريح طبعا. من غير تجريح، من غير اساءه، او من غير اي طبعًا. حاجه، لان ده بي 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 ده اللي بي ده اللي بينشئ التعصب بين المنتخبات وبين الفرق. في حاجه تانية برضو اضافه للجمهور، انا شايف ده انتشر الفتره الاخيره، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بعد الصوره الجميله اللي شفناها في افريقيا 2019 جت في الفترة الأخيرة، يعني شفنا اللي فاتتها اللي كانت المدرجات سواء بالمنتخبات العربية بتشكر مصر على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، وشفنا ازاي لو حضرتك حتى كنت في يعني في الشارع هتشوف كنا ازاي في وسط البلد وفي المترو، وكنا بنشوف الجمهور الجزائري كان نوع الجزائرية وهران مش موجودين في القاهرة، في شوارع القاهرة هنا كان أحسن استقبال وضيافة الأشقاء الجزائريين وأشقاء مغرب وأشقاء من تونس. جه السوشيال ميديا في نهايه البطوله وبعد فوز المنتخب الجزائري بالبطوله على نظيره السنغالي، اتكلمت على اللقطه رياض ماحت تجاهل رئيس وزراء مصر. اللاعب في تكريم في احد المدن الفرنسيه اكد بعد الضجه بتاع السوشيال ميديا وبعد المصطلح كده زي ما بيتقال بعد الهري الكتير ده، اكد ان هو ما تجاهلش رئيس الوزراء، ان هو كان بينادوا عليه وسلم على الحضور على الموجودين على المنصه جميعا، وهم نادوا عليه وعشان هيرفع الكاس. فالسوشيال ميديا خلقت من الصوره الجميله يعني زي ما في موضوع للجدل، موضوع للجدل وللنقاش، وموضوع اخذ فتره طويله واتفرد ومساحات وطلعت ناس مذيعين ضيعت من وقتها كلام كتير، مع ان اللعيب ده نفى تماما يعني وما طلعوش بعد كده قال الخبر، يا دوب الخبر اتقال كده بعد ما ادوا له مساحات ساعتين، وكان هيتحول موضوع لمصر والجزائر تاني. نرجع مصر والجزائر تاني. ما في بعض الاحيان خليني اقول لحضرتك انه الكتائب المغرضه اللي موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن ان هي تاخد نقطه وتعمل عليها موضوع، وفي الحاله دي هي كان مثير للجدل فعلا، ولقى انتشر زي الخبر انتشر زي النار في الهشيم وانتشرت الصوره وانتشرت بشكل سيء. هنا يجي وعي وثقافه المواطن المصري في دوره في نشر الاخبار تأكيدا
تأكيدها أو نفيها أو يعني كيفية تناول الأخبار. هنا الحقيقة أنا بشوف إنه إحنا كمصريين كتير مننا مقصر في الوعي الثقافي تجاه بلده وفي الوعي الثقافي تجاه التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أخدت حيز كبير جدا من حياتنا في حين إن هي المفروض تاخد جزء بسيط من حياتنا، لأنه المفروض يبقى عندنا ما يشغلنا وهو الأهم بناء بلدنا. بس الدور الأكبر بيقع على الإعلام دلوقتي، اللي هو التلفزيون كله دلوقتي بيتفرج على التلفزيون. صحيح مش كله عنده المقدرة على أو إيجاد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عشان كده الرسالة الإعلامية لازم تبقى مهنة. نعمل في الرسائل الإعلامية لازم يكون مؤهل وحيادي بالظبط. الحقيقة حتى بقول لحضرتك المعلق، لو منتخب بلادك أو بيتعلق منتخب في منتخب بلدك ومنتخب ثاني بدون تجريح في الطرف الآخر أو التقليل منه، يعني شفناه حتى في معلقين كان بيبقى شكلها بايخ جدا. برضو الإعلام عليه رقم واحد، الإعلام اللي هو المهنية والحيادية وعدم نشر أخبار كاذبة زي ما قلنا. اتفرض مساحات التصريح رياض محرز، كان في هجوم في الفترة الأخيرة على محمد صلاح غير مبرر من الإعلام واتهامه بالتقصير. برضو كان في جدل كبير جدا على الإعلام الرياضي، وأديك شايفة حضرتك الإعلام الرياضي برضو في مشاكل كتير جدا، مفيش ضبط، نقدر نقول مفلت الفترة الأخيرة بشكل كبير. ممكن كان وقعنا في أزمات قبل كده واتجوزناها. بس الإعلام الرياضي دلوقتي لازم بشكل كبير لازم يبقى متزن وحيادي وراعي مصالح الدولة المصرية وسياسة الدولة المصرية بشكل كبير. صح، أنا مع حضرتك واتفق يعني تمام الاتفاق مع هذه النقاط حيث ذكرتها للإعلام الرياضي، إلى جانب إن إحنا كمان عندنا أبطال آخرين غير أبطال كرة القدم ويستحقوا الحقيقة إن هم يكونوا موجودين وحاضرين على الساحة الإعلامية. صحيح، الإعلام برضو مطالب إن هو يركز الضوء على الألعاب الأخرى. كان عندنا أول امبارح منتخب كرة اليد قدم أداء أكثر من رائع، تأهل نصف النهائي قبل المنتخب الفرنسي وصار في نهايه المباراه فرق بسيط جدا وفاز البرونزيه، فاز على البرتغال بالبرونزيه او توج بالبرونزيه، المنتخب الفرنسي توج بالبطوله على حساب كرواتيا، فرق كبير عننا يعني على اساس ده يؤكد ان منتخب فرنسا منتخب قوي واحنا وتغلب علينا بصعوبه كبيره جدا. فالاعلام برضو مطالب ان هو يركز على الالعاب الثانيه، خصوصا ان احنا مقبلين على اولمبياد طوكيو 2020، عايزين نهتم بالابطال الاولمبيين، عايزين نهتم بالالعاب الاخرى نركز عليها نسلط الضوء. الرياضه مش كره قدم بس. صحيح، هل مطروح من خلال وسائل الاعلام كيفيه صناعه بطل، وخاصه ان احنا يعني بلدنا شابه، يعني عندنا عدد كبير جدا من الشباب اللي ممكن يكونوا مؤهلين في كافه المجالات، ابطال في رياضات العاب كتيره جدا يبقوا في كل حته في العالم. صحيح، بس يعني عشان نكون صادقين صناعة البطل ماله؟ صرف على كتير يعني أصل ده استثمار حضرتك. ده استثمار صحيح، يعني صناعة البطل الأولمبي دي مش حاجة مش سهلة جدا، عشان يشرف اسم بلد ويرفع ميدالية ذهبية ده حاجة يستحق، ده إنجاز بيبقى معروف في العالم كله، عشان يترفع اسم أو علم الدولة المصرية ده حاجة مش قليلة. برضو هنا برضو يعني نقول ممكن لو في رجال اعمال يخشوا في موضوع ان هم يساندوا اصحاب الالعاب الاخرى سواء لاعبين. شفنا برضو كان رجل اعمال بره هو اوضاع رفع الاثقال لعيب، ان شاء الله انا متوقع اقول لحضرتك من مكاني هذا ان شاء الله بمشيئه الرحمن هو حقق ذهبيه في اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله، مشيئه الرحمن يعني متوقع له ان شاء الله ان شاء الله. محمد ايهاب بطل العالم في رفع الاثقال ان شاء الله. كان عندنا اول امبارح السباحه المصريه فريده عثمان حققت البرونزيه ما شاء الله. فالنماذج المصريه مشرفه في كل مكان، مش في كره القدم بس. الاخفاق الاخير ده طب هو هتعدي عادي يعني اصلها رياضه رياضه فعلا يعني فايز وخاسر طب هو هتعدي، احنا كده دايما وان شاء الله نحقق انجازات كتير ان شاء الله باذن الله. يعني احنا نتكلم على رعايه يعني تدخل القطاع الخاص ورجال الاعمال والمؤسسات الخاصه في رعايه لعبات اخرى غير كره القدم، يعني كره القدم بيتصرف عليها مليارات الجنيهات زي ما بيقولوا، والحقيقه ممكن ان هي طبعا يعني هي اللعبه الاشهر في العالم كله، ده متداول عليه في العالم كله انه بيتصرف عليها كم كبير من الاموال، ولكن في لعبات اخرى تستحق تشجيع القطاع الخاص دعم لعبات الاخرى والابطال الاخرين بحيث انه الساحه تبقى
مفتوحه للجميع. والله احنا شايفين في الفتره الاخيره ان القطاع الخاص ورجال الاعمال بشكل يعني بنتوجه لهم بالشكر اللي هم بيساندوا الابطال الحقيقيين الابطال المصريين الابطال بيظهروا في الاعلام بعد كده بنلاقي رجال الاعمال بيساندوهم. دي حاجه كويسه جدا عشان صناعه بطل مصر عايزه تكلفه كبيره وخصوصا ان مفيش اهتمام الا بكره القدم فدي حاجه كويسه وان شاء الله مستقبل مبشر لكل الالعاب في مصر خصوصا الالعاب الفرديه. ان شاء الله باذن الله. نتمنى طبعا التوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين الانجازات اللي احنا بنحققها في الالعاب الفرديه. الف مبروك طبعا لمنتخب كره اليد والانجاز الكبير اللي هو قدر ان هو يحققه في البطوله الاخيره. بنتمنى التوفيق للجميع وهنا دعوه لكافه المهتمين بالرياضه. احنا عندنا شباب وابطال في كافه المجالات ممكن الناس دي تبقى حاضره وظاهره ورافعه اسم مصر وعلم مصر يرفرف في كافه المحافل الرياضيه بدعم بسيط من حضراتكم. وطبعا صحيح. الدوله المصريه بتدعم بشكل كبير. بتدعم الدوله المصريه بشكل كبير بس برضو محتاجين وده بيحصل في كل دول العالم مش حاجه جديده علينا الدعم من رجال الاعمال وعشان رفع العلم المصري حاجه مش هينه يعني. طبعا ده يعني حاجه فخر لكل المصريين. فخر لكل المصريين حاجه مش هينه عشان رفع العلم المصري او الفوز بميداليه ذهبيه في الاولمبياد حاجه كبيره جدا يعني. صحيح. لا تقدر باي فلوس. صحيح. انا بشكر حضرتك يا فندم واهلا بحضرتك معانا في مصر. ربنا يخليك يا استاذ هاني تشرفت حضرتك. نشكر كل اللي تابعونا النهارده وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر يعني.